لا 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 لا. رزق رجل بأول أطفاله فخاف وارتبك وجلس يتساءل كيف عليه وزوجته تربية هذا الصغير، كيف سيكونان والدين صالحين في عالم مضطرب كعالم اليوم. بعد بضعة أيام ذهب وطرق باب والدته وعبر لها عن مخاوفه، فقالت له وملامح الثقة قد علت وجهها: علمه ما علمناك إياه أنا ووالدك. فرد الرجل بنبرة أسف وقال: زمانكم غير زماننا يا أمي، وزماننا غير زمان أبنائنا. فقالت الأم: حقا، ماذا علمناك عن التربية؟ فقال الرجل: أن أعرف متى أتكلم. فقالت: وماذا علمناك عن الأخلاق؟ فقال: أن أسمع لمن يتكلم. فقالت: وماذا عن الأدب؟ فقال: ألا أقاطع من يتكلم. فقالت: وماذا عن الذكاء؟ فقال: ألا أصدق كل من يتكلم. قد يغير الزمن أشياء كثيرة يا أصدقائي، ولكن هناك أمور مهما مر عليها الزمن لا تقبل التغيير، لا تقبل التغيير أبدا. في برنامجنا نلقاكم في جو حماس بفطير، في جو حماس بفطير.